صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وصباح الطاقة المتجددة، صباح الإنجاز الجديد وتحقيق الأهداف بإذن الله. فقرات برنامج صباح الشرقية اليوم مشاهدينا مليئة بالإنجازات الإماراتية المتميزة، راح نتعرف عليها ولا بد أنكم تتابعونا حتى أيضا تتعرفون عليها. وأكيد في بداية حلقتنا مشاهدينا نتعرف على أهم العناوين اللي راح نستعرضها لهذا الصباح. فن التعامل مع الأنماط البشرية في موارد كلباء. المرأة الإماراتية إنجازات متنوعة. صيانة السيارة في الصيف ضرورة لابد منها. كانت مشاهدينا هذه مختصر لبعض العناوين اللي راح نستعرضها لهذا الصباح في برنامج صباح الشرقية. ننتقل الآن معكم لفقرة الصحف ومنتابع معكم آخر الأخبار الرسمية لدولتنا الحبيبة لهذا الصباح، وأيضا من الصحف الرسمية لدولة الإمارات. واخترنا اليوم صحيفة واحدة وراح إن شاء الله نتعرف فيها على معظم الأخبار التي أو العناوين البارزة التي تأتي في معظم الصحف لهذا الصباح. نبدأها بصحيفة الخليج مشاهدينا، ونبتدي بالأخبار الصباحية لإمارة الشارقة. تكريم منتسبي شرطة الشارقة الفائزين بجائزة وزير الداخلية. تحت رعاية وحضور اللواء سيف الزري الشمسي قائد عام شرطة الشارقة، نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة سمو وزير الداخلية مرحلة القائد العام في دورتها الخامسة، والذي أقيم بمسرح المدينة الجامعية في الشارقة بحضور المديرين العامين والنواب ومديري الإدارات والمشاركين في الجائزة من منتسبي شرطة الشارقة وعددا من الشركاء الاستراتيجيين. بدأت وقاء الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشرطي الصغير محمد بشري، ثم شهد الحضور عرضا لفيلم وثائقي حول جائزة سمو وزير الداخلية لتميز مرحلة القائد العام، تضمن مراحل التقييم والجلسات الاستراتيجية لصياغة الملفات الخاصة بالمشاركين في الجائزة وتقديم الدعم حيالها. وهنأ قائد عام شرطة الشارقة الفائزين في كلمته مثمنا الجهود المبذولة من قبل فريق العمل والإدارات المختلفة بمشاركتهم الفاعلة في جائزة القائد العام، ما يدل على الإصرار على المنافسة والتميز دائما. وتقدم بالشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين لشرطة الشارقة الإمارات للمزادات الراعي الرسمي للحفل لدورهم الداعم للفعاليات والأنشطة التي تقوم بها القيادة العامة في مختلف المجالات. يأتي مشاهدينا هذا التكريم لمنتسبي شرطة الشارقة الفائزين بجائزة وزير الداخلية، أكيد هي تثمين لجهود أيضا الموظفين المتميزة في بيئة العمل، وأيضا هذه أيضا تأتي كتكريم للجهود المبذولة للموظفين وتحفيزهم على الابتكار وتقديم المزيد من الجهود في بيئة العمل أو للوظيفة أيضا لهذه الوزارة التي تخدم شريحة معينة من المجتمع، فدائما هو التكريم حافز للموظف. ومثل هذه الفعالية التي تكرم فيها الموظف أعتقد تكون حافز كبير له أن أيضا يقدم المزيد. فبالتوفيق لجميع الفائزين بهذه الجائزة، وهذا أيضا يمكن جزء بسيط في الذي يحدث في الدوائر الحكومية بشكل عام في إمارة الشارقة. ننتقل معكم مشاهدينا إلى خبر آخر أيضا بنفس الصحيفة. سوق الشارقة القديم عطور ودخون بعبق الماضي. افتتح معهد الشارقة للتراث بازار سوق الشارقة القديم في قاعة راشد الشوق بمقر المعهد صباح أمس، ويستمر حتى يوم غد. يتضمن البازار مجموعة من المشاريع المتخصصة بالمنتجات العطرية والأزياء التراثية والحلويات والهدايا، ليخدم بذلك فئة صاحبات المشاريع الناشئة الصغيرة والتي تشكل لها مثل هذه المشاركات منفذا سوقيا جديدا. وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، يحرص سوق الشارقة القديم على دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية التراثية، ويرسخ مكانة الشارقة وسمعتها كواحدة من أهم وأبرز وجهات السوق
أو التسوق والسياحة والتراث الرائدة على مستوى المنطقة. وأضاف جاءت الفعالية لمداعبة الذكريات من خلال عبق رائحة الماضي والقهوة الإماراتية وملمس الأقمشة المنسوجة بأنامل سيدات إماراتيات معطرة بعطور محلية عربية. ويعرض السوق بضائع متنوعة ومختلفة تعكس جمال وتاريخ الصناعات التقليدية التراثية المميزة للإمارة وللسكان المنتمين إليه. طبعا الخبر فيه الكثير من رائحة التراث وعبق الماضي، والجميل مثل هذه الفعاليات التي تقدمها أو يقدمها معهد الشارقة للتراث كبازار، يحمل في عبق الماضي من عطور وأكلات وأزياء تراثية. حقيقة وأنا أقرأ هذا الخبر يعني نقلني لمرحلة من الزمن نعيش فيها دقائق من الماضي الجميل من خلال مثل هذه الفعاليات. وأيضا هذا البازار يأتي بجانب آخر لدعم المشاريع الصغيرة النسائية التي تعتبر أيضا هي كمصدر دخل لهم. فأيضا هذه من المبادرات الجميلة لمعهد الشارقة التراث اللي عهدناها منهم، والتي أيضا ذكرنا بالأسابيع التراثية الجميلة التي ينقل من خلالها معهد الشارقة للتراث ثقافة دولة الإمارات والثقافات العربية والعالمية بشكل عام. هذا بالنسبة مشاهدينا لمعهد الشارقة للتراث، وهذا الخبر الجميل من صحيفة الخليج. ونبقى أيضا في صحيفة الخليج. الشارقة للفنون تنظم المدرسة الصيفية. تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها التعليمي معرض المدرسة الفنية الصيفية للصغار 2019، والذي يفتتح في 17 من أغسطس الجاري ويستمر حتى 5 من سبتمبر المقبل. ويقام المعرض في بيت الشمسي بمنطقة الفنون، ويشارك فيه عدد من طلبة المدارس والمراكز التعليمية في إمارة الشارقة، وهي مدرسة الدرة الدولية ومدرسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومدرسة الرماقية ومدرسة الكمال الأمريكية. وتتمحور ثيمة المعرض حول المسؤولية المجتمعية وكل ما يتعلق بها في حياتنا، وتستلهم أعمالهم لأعمال المشاركين التعبير عنها من منظورهم الخاص، وطرح سبل التي من شأنها تعزيز أخلاقيات المجتمع والمسؤولية المجتمعية بالتماهي والتناغم مع الفن ورسالته النبيلة. وتأتي الأعمال التي يقدمها المشاركون ثمرة استجابتهم لمجموعة من المحاور التي طرحت عليها أو عليهم في المدرسة، مثل ما هي المسؤولية المجتمعية، وهل المسؤولية المجتمعية نظرية أخلاقية، وهل هي من دعائم الحياة المجتمعية المهمة، وهل هي وسيلة لتقدم المجتمعات أم العكس، وكيف لنا أن نحافظ على التوازن بين علاقات الأشخاص بعضهم ببعض من جهة، والنظم البيئية والاجتماعية من جهة أخرى. وطبعا الكثير من التفاصيل في هذا الخبر، ولكن هذا أيضا المدرسة الصيفية هو كنشاط صيفي تقدمه الشارقة للفنون بجملة أو سلسلة من الأنشطة أيضا الصيفية التي تقدمها. وتأتي هذه المدرسة الصيفية لاكتشاف مهارات مشاهدينا ومواهب الطلاب وصقلهم، وأيضا بدعوة جميع المدارس والمراكز الحكومية للاندماج الاجتماعي ودمج الأطفال ودمج الأفكار والمشاركة أيضا وخلق العلاقات من خلال هذه الأنشطة الصيفية المنتشرة سواء في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام. وما شاء الله الأنشطة مستمرة في المنطقة الشرقية ودولة الإمارات بشكل عام حتى تنتهي العطلة الصيفية. وما شاء الله الطلبة يعني محصلين القدر الكبير من الأنشطة والفعاليات المختلفة حقيقة بأنواعها، بحيث كل واحد وين ما يشوف هذا النشاط يناسبه ممكن ينتسب له ويقضي وقت فراغه في العطلة الصيفية بشكل مناسب، هذا ما كان في هناك يمكن جداول للسفر بالنسبة للأسر والعائلات المختلفة. طبعا مشاهدينا كانت هذه جملة من الأخبار الصباحية لهذا اليوم. ننتقل معاكم نتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس خلال اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا.
تابعنا معكم مشاهدينا درجات الحرارة وحالة الطقس، وبعد الفاصل مشاهدين مستمرين معكم وسوف نتحدث عن إنجازات وبطولات المرأة الإماراتية. أصبح عليكم من جديد مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم من جديد ومستمرين معكم في صباح الشرقية. تقدم دائرة الموارد البشرية جملة من البرامج التي يستفيد منها المسجلين فيها. صباح أمس قيمت دورة بعنوان دورة الفن التعامل مع الأنماط البشرية، التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي. لأهمية التواصل في حياة الإنسان ولتعزيز فن التعامل مع الأنماط المختلفة لشخصيات، نظمت إدارة دائرة الموارد البشرية فرع كلبة برنامج تدريبي بعنوان فن التعامل مع أنماط الشخصية وإدارة الآخرين، والتي تستهدف كافة المستويات الوظيفية بتقديم حسين يوسف الجوهري مستشار تنمية بشرية وتطوير مؤسسي في تطوير الذات. راح نتطرق أيضا في هذه الدورة نظرية الإكسبكتيشنز أو نظرية التوقعات في التعامل مع الآخرين، وكيف نتقبل ردات الفعل وكيف نتعامل مع ردات الفعل. وكلما تعرف الإنسان على أنماط شخصية الآخرين، كلما استطاع أن يتعامل معها بتوازن بين العقل والمشاعر، وبالتالي يكون هناك هدوء في ردات الفعل ويحقق مبتغاه. يتمحور البرنامج حول أدوات التواصل الفعالة مثل الكلمة ونبرة الصوت ولغة الجسد ومفهوم الشخصية وتأثيرها في إدارة الآخرين وأنواع الشخصيات المختلفة وطبيعتها، كما تم الحديث حول الأنماط المتنوعة للشخصيات وآلية التعامل معها. لا شك بأن الدورة تصقل الذات، خاصة لأولياء الأمور لدى أسرهم، كيفية التعامل معهم بالطريقة الصحيحة والإيجابية، وهذا حقيقة مطلوب من الموارد البشرية اليوم بأن يعني تقوم بهذه الدورات، ليس على صعيد فقط الوظيفة وإنما أيضا على صعيد الحياة بكافة أنواعها. يهدف البرنامج إلى معرفة أهمية أنماط الشخصية في التعامل مع الآخرين لتحقيق تواصل إيجابي والتعرف على أهم السمات والخصائص للشخصيات المختلفة ومعرفة أنماط البشر من خلال لغة الجسد لتحقيق التوافق في الانفعالات المتنوعة بما يخدم حوار اجتماعي ناجح. تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير، وأكيد هذه الدورة هي مجموعة من الدورات المقدمة من دائرة الموارد البشرية التي منها تقدم الدعم للموظف وأيضا الباحث عن العمل. طبعا مشاهدينا مستمرين معكم، ونصل إلى فقرة جدا مميزة لإنجازات المرأة الإماراتية. فتعد المرأة الإماراتية من الرموز البارزة في الدولة، وتكثر إنجازاتها التي تحققها على الصعيد المحلي والدولي أيضا، وكذلك تسعى بشكل مستمر لإبراز دورها بفضل دعم القيادة الرشيدة لها في مختلف المجالات. ضيفتنا اليوم حققت بطولات كثيرة وتعد من الشخصيات الإماراتية التي يزدهر ملفها بالكثير من الإنجازات التي نفخر بها. طبعا الحديث مشاهدين عن هذه البطولات، تسعدنا أن نرحب بالملازم بدرية أحمد الشحي، قيادية نسائية إماراتية وبامتياز أيضا. الملازم بدرية صبحت الله بالخير، يا مرحبا وسهلا فيك. الله بنور الغالية. طبعا اليوم نتكلم ما شاء الله عن بطولات وإنجازات جميلة بدرية تقدمينها، مش فقط على الصعيد المهني كمهنة أو كوظيفة ممكن تقدمينها، إنما أيضا نعتبرها في مجال إنساني. فاليوم طبعا نشوف ما شاء الله بطولات مميزة في مجال إسعاف الآخرين، فيعني شو اللي خلاك تتميزين في هذا المجال؟ مو بغريب طبعا على المرأة الإماراتية هالقصص، مفروض نعم. إحنا متعودين عليها. نعم. طبعا الدولة ما قصرت، دولة الإمارات العربية المتحدة مكنتنا كون إماراتيات في جميع المجالات، في مجال الإنقاذ مكنتنا كدورات، في مثل ما تعرفين أنا عسكرية، صحيح، فيتطلب مني أعرف الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية والأمور هاي كلها. فالحمد لله رب العالمين الدولة مكنتنا، مو علينا قاصر الحمد لله.
انه لكن هل تشوفينها صعبه على المراه شوي ولا عادي بالنسبه للمراه يعني تجاوزت هذه الامور؟ يبالها جرأة، شجاعة، يبالها قلب قوي، خاصة في الحوادث البليغة. نعم، هذا المقصود. دائما ممكن المرأة في حالات الحوادث أو ممكن تشوف مجرد ما تشوف منظر يحتوي على ممكن دم أو غيره، ممكن المرأة تخاف أو تتأثر، بما أن المرأة يعني دائما عاطفية، فهل هذا أيضا يؤثر على دور المرأة في دخولها في هذا المجال؟ هذا المجال أنا بتكلم عن نفسي. أنا دخلت في العسكرية وأنا صغيرة، ما شاء الله، عمر 21 سنة، عقب دراستي الثانوية العامة تشجيع من الوالد الحمد لله. فالأسرة لها دور أن تقوينا من ناحية هاي العسكرية والأمور هذه. أكيد دائما محتاجين دعم في كل الأمور، فما بالك يعني في المجال العسكري محتاج إلى قوة، إلى صفات معينة لأي شخص ممكن يدخل في المجال العسكري. صحيح، فمجال عملي قواني صراحة من خلال الدورات، تشجيعهم، من خلال أشوف غيري أعتبره قدوة، كان سواء كان عنصر رجالي ولا نسائي. نعم، أحتذى فيه يعني صراحة. أشوف القياديين هني عندنا في شرطة رأس الخيمة أقتدي فيهم وأتمنى أصير مثلهم. الحمد لله رب العالمين، توفقت أني أكون مثلهم الحمد لله. ما شاء الله، شو الصفات اللي اكتسبتيها قبل ما ندخل يمكن في تفاصيل القصص والبطولات المميزة اللي دخلتي اللي أنجزتيها بدرية، شو الصفات اللي تحسين أنت اكتسبتيها من العسكرية؟ الالتزام. الانضباط. انضباط، الالتزام كان قبل ما عندي صراحة، الحين الحمد لله ملتزمة في عملي، حتى في حياتي الأسرية التزمت مع أسرتي، غير عن شخصية بدرية الأولانية اختلفت تماما الحمد لله رب العالمين. صرت أصبحت مختلفة تماما كصقل الشخصية، أصبحت مختلفة كقبل وبعد. نعم، العسكرية. أكيد. نعم، العسكرية تضيف الكثير لحياة الشخص. طيب طبعا احنا نعرف عن الملازم بدرية دايما عندها كثير من العبوات الإطفاء في سيارتها، شو السبب؟ احنا ممكن تكون في عندنا عبوة واحدة لكن انت عندك عبوات، شو السبب؟ وصية الوالد. أبوي دوما كان أنا ابنة رجل إطفاء، فمو بغريبة. نعم، بدال عبوة عبوتين ثلاثة وأربعة. ما شاء الله. كان دوم يقول لي بتحتاجينها يوم من الأيام، بتحتاجينها يوم من الأيام. سبحان الله، يا اليوم اللي احتجتها مثل ما قال. يعني هل تعتقدين أن لازم أو لابد أن تكون عندنا أكثر عن وحدة بالسيارة؟ نعم، من الضروري. من الضروري. وفي البعض ممكن يتهاون حتى يعني ممكن ينزلها من السيارة وما يهتم أن تكون موجودة عنده في السيارة. مو راح تتأثر في الشخص إذا حط عبوة والعبوتين والثلاثة. وهذه ممكن يعني هذه تختصر على الكثير من المشاكل اللي قد ممكن يعني بسم الله يقع فيها أو ممكن يشاهدها في الطريق ويحاول فيها مساعدة الآخرين. صحيح، مثل ما الحادثة اللي صارت حقي يوم حادثة الحريق، حريق في سكن عمال، وأنا كنت متوجهة لعملي، صادفت حريق الحمد لله كان بداياته. قدرت أنا ومجموعة من الشباب نسيطر الحريق. أتذكر ما أقدر أنسى الموقف مع الشباب. هذه الموقف ما تنسى طبعاً. طبعاً ما تنسي. يوم طلعت ليهم أربع عبوات انصدموا. انصدموا يعني. يعني إيه؟ سبحان الله، كأن الله مسخرنج لهم. أعطي، كنت أطلع من سيارتي أعطي الأولاني حق الشخص واحد، طلعت الثانية، الثالث، حد صار الخامس يقول وين مالي؟ متوقعين أكثر ما شاء الله، سبحان الله. الحمد لله. كيف تتجاوز هذا الحادث؟ أنت سبحان الله يعني صادفتي بالصدفة. هي بالصدفة. المجموعة كانت جدا جميلة لأن عبارته عن كلهم عسكريين من جيش ومن الشرطة ومن الإسعاف والإنقاذ، كانوا متوجهين إلى مقر عملهم بالصدفة. نعم. فالحمد لله تاركنا الموضوع ودار الدفاع المدني في رأس الخيمة. أوجه لهم الشكر لسرعة الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، داركوا الحريق قبل
قبل ما يتفاقم. صحيح، يعني ما شاء الله احنا من خلال التوعية الدائمة، وجود مثلا هذه اسطوانات الإطفاء، مثلا عندنا ايضا الانذار المنزلي اللي هو انذار مبكر للحرائق، جميع هذه الامور يعني اللي وفرتها لنا إدارة الدفاع المدني في الدولة بشكل عام، هذه تقينا من الحوادث مسبقا قبل ما يصير الحادث. فالحمد لله اليوم الامن والسلام متوفر، لكن ايضا نحتاج التوعية اكثر، لان البعض قد يتهاون في هذا الموضوع. طبعا الكثير من القصص صادفتك ايضا الملازم بدرية وانجزتي فيها، فهذه الانجازات لما تنقذين فيها ارواح ناس، شو تضيف لك ايضا في حياتك؟ تضيف لي امور كثيره. هالامور تعتبرينها مسؤوليه مجتمعيه؟ مسؤوليه مجتمعيه ومواطنه ايجابيه ايضا، وهذه مسؤوليه كل فرد في المجتمع. في المجتمع صحيح. وهذه احد المواقف طبعا اللي هي موقف الحريق، مواقف ممكن صادفتك في الشارع بدريه؟ كثيره صراحه، لاني الحين حوادث معينه، هي حادث انقلاب المركبه اللي سلطت عليها الاعلام، انقاذت اشخاص من حادث انقلاب، كان حادث بليغ. اتذكر هذا اليوم كنت متوجهه الى جامعه في يوم الجمعه صباحا، صادفت حادث انقلاب امامي، فسارعت توجه لمكان الحادث دون اي حسيه طبعا. خلاص عندك الحس المسؤوليه يقودك للشيء بدون ما تفكرين حتى شو عندك من التزامات لازم تلحقين عليها، او حتى يمكن الروح الانسانيه. روح الانسانيه مثل ما تفضلتي. سارعت لموقع الحادث، اخرجت الاشخاص، بس مو اي اخراج، عندي اخراج ليهم طبعا. اسال انتم بخير؟ اقدر اطلعش؟ شو تحسين؟ هذا ممكن تكون في كسور، كسور او الاصابات. انا يعني صعب انه يتحرك فيها الشخص بطريقه معينه، انا بزيدها اذا طلعتها وهي عندها اصابات. ف طلعناهم ست اشخاص، هم ثلاث اطفال. كنت بمفردك بدريه ولا كان حد معك ساعدك؟ ما حد صراحه، في كانوا موجودين في مقر الحادث، بس انقلاب يعني حادث بليغ، فيمكن ما عندهم الخبره الكافيه انه ينقذون، بس بداخلهم هي صحيح. حسيت في الجماهير ان كل واحد يبي يساعد. كنت توجهينهم بطريقه معينه بدريه؟ وجهت شخصين الحمد لله، وجهت شخصين وساعدوني صراحه وطلعناهم، والحمد لله رب العالمين. تم يعني تدارك الموضوع بطريقه سريعه ممكن، وتدخل يعني مميز من ناحيتكم. هل كنت تشوفين احيانا في بعض الحوادث ان في ناس فعلا تكون ملمه بالاسعافات الاوليه ويعني تاتي لتقديم خدمه المساعده؟ هل صادفتك ايضا هذا الموضوع؟ اشخاص لديهم خبره في الاسعافات الاوليه. الحين المفروض كل شخص عندك خبرة في الإسعافات الأولية. صحيح. إذا ما لزم... في حياتنا اليومية. ممكن نتعرض لمشكلة، لحادث بسيط ممكن. حتى الأطفال. صحيح. المفروض في منهج يدرس حق الأطفال من البداية الابتدائية تقريباً. أشوف يتوجب إدخال منهج الإسعافات الأولية لهم. وأكيد في بعض أيضاً المواد راح نستعرضها لمشاهدينا تخص أيضاً أمور الإسعافات الأولية، وأيضاً كيف ممكن نتدارك هذا الموضوع، أو جانب أيضاً مشاركاتك الملازم بدرية. هذا جانب من المشاركات في يمكن الدورات أو الورش، هذا أيضاً أحد الإنجازات. الإمارات تبتكر، الإمارات تبتكر مهرجان الابتكار في إمارة رأس الخيمة. مهرجان الابتكار مهرجان يقام في دولة الإمارات في كل عام. كنت في اللجنة المنظمة، وحقيقة سعدت أني أكون جزء من الفريق العمل الحمد لله. لأن أيضا من يعني الصورة اللي قبل شوي لفتتني اللي هي تكريم الجالية الهندية، أعتقد في هذا شو الموضوع أنه يعني أيضا تم تكريمك من جاليات أخرى ما شاء الله، فجهودك وصلت للجاليات والثقافات الأخرى. الحمد لله حصل تكريم من الهند الحمد لله رب العالمين، بإنقاذ بعد موضوع إنقاذ. شو كان نوع امرأة؟
امرأة، شو كان نوع الحادث؟ حادث كانت الحادث بعد تدهور مركبة، تدهور مركبة في الطريق وأنقذتها والحمد لله رب العالمين. حصلت بعد تكريم وحصلت على جائزة دمج الدولية سنة 2018 وتوالت الجائزة سنة 2019 تمثيل دولة الإمارات في جائزة في دولة الهند، جمهورية الهند. الحمد لله رب العالمين. جميل، نشوف ما شاء الله المرأة الإماراتية تتميز في جميع الثقافات وعلى مستوى الأصعدة الدولية. طبعا أيضا ملازمة بدرية، استفدتي من مادة الصحة والسلامة اللي كنت قبل فترة أيضا أخذتي منها فكرة، فهذه تعتبر أيضا إضافة للثقافة اللي تحملينها من ثقافة الإسعافات الأولية أو مساعدة الآخرين. صح، في يوم الجمعة يوم حصلت حادث الانقلاب المركبة كنت متوجهة لجامعتي في تخصص هذا صحة وسلامة مهنية، كنت متدربة تدريب عملي ونظري على الإسعافات الأولية، هل يساعدني بالإضافة إلى عملي طبعا، بس المادة هاي وايد ساعدتني إن سوت لي رفرش للإسعافات الأولية، تعلمت أشياء زيادة ما كنت متعلمتها قبل. فالحمد لله رب العالمين المادة فادتني وايد. ما شاء الله، يعني أنا ألمس فيك أيضا حبك للتطلع زيادة، زادت أيضا زيادة الثقافة عندك في هذا المجال. فاليوم ما شاء الله وين تشوفين المرأة الإماراتية سواء في المجال العسكري أو في أي مجال آخر في دولة الإمارات؟ الحين المرأة الإماراتية في جميع المحافل داخل وخارج الدولة. يمكن ايضا احنا في الاونه الاخيره الحين نتكلم عن المجالس البرلمانيه في مستوى الدوله، عندنا الكثير من المجالس ان شاء الله والمراه الاماراتيه ايضا تاخذ فيها نسبه كبيره من تكون موجوده في هذه المجالس. نعم، فاليوم المراه الاماراتيه اكيد متميزه وتركت بصمه في جميع المجالات، وايضا هي مساويه للرجل في المجتمع. فاليوم سعيدين بوجودك معنا الملازم بدريه احمد الشحي، شكرا على وجودك معنا، وان شاء الله نطلع لانجازات مميزه اخرى، ونتمنى ان شاء الله كل شخص اليوم يتابعنا انه على أقل تقدير يتعلم الإسعافات الأولية حتى أيضا يسعف نفسه ومن ثم يسعف الآخرين. شكرا غالي. شكرا لك. شكرا لك. طبعا مشاهدين أكيد هذا الموضوع يحتاج لكثير من التوعية للمجتمع، ولا بد أن نحمل المسؤولية، مسؤولية أنفسنا ومسؤولية المجتمع اللي نعيش فيه. ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، تعد الصيانة الدورية للسيارة من الأمور الهامة، وتقوم محلات الصيانة بالتأكيد من جميع أو التأكد من جميع أجزاء السيارة لضمان سيرها على الطرق بكل سلامة. نشاهد معكم التفاصيل في التقرير التالي. رتم الحياة انعكس وبصورة مباشرة على معظم من يملكون سيارات، فأصبحت عملية قيادتها تندرج تحت عشرات المهام والوظائف التي يقوم بها سائق السيارات بدون أدنى وعي أو أقل تركيز، فينسى هؤلاء السائقون أن سياراتهم هذه تسير على الطرقات، وإن أقل عطل فيها قد يكون سبباً مباشراً في الكوارث التي تقع على رأس السائق ومن معه. ومن هنا تبرز أهمية صيانة السيارات الدورية. تعتبر عملية العناية بالسيارة وفحصها بشكل دوري والتأكد من سلامة قطعها المختلفة على الوجه الأمثل والصحيح لدى العديد من الأشخاص أمر ثانوي لا يكترثون له. نسي هؤلاء أن الفحص الدوري للسيارة وقطعها المختلفة والتأكد من ضغط هواء الإطارات ومستوى الماء في مبرد المحرك وسلامة الإضاءة والإطار الاحتياطي وغير ذلك الكثير من الأمور التي يجب عدم إهمالها والتأكد منها ومن أدائها بشكل صحيح، يجنبهم الكثير من المشاكل الأخرى التي ترتبط مباشرا مع هذه الأمور التي لو راعاها السائق واهتم بها بشكل دوري لن يصل لمراحل المشاكل الكبيرة والصعبة الإصلاح والتي تتطلب فنيين وأشخاص مؤهلين لإصلاحها. ضمن أهم الصيانات الدورية للسيارات هو عند ملاحظة رجة خفيفة في السيارة أو اعوجاج في الصدام أو البمبر الأمامي، فهذه إشارة لضرورة عمل وضبط اتزان الإطارات، كما يجب التعرف على كافة إضاءات التنبيهات الخاصة بسيارتك، لأن مثل هذه التنبيهات تكون مرتبطة بمشاكل معينة.
تابعنا هذا التقرير مشاهدينا، وأكيد هناك أهمية كبيرة لمتابعة السيارة وصيانة السيارة بشكل دوري، خصوصا مع وجود فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. إذن مشاهدينا وقفة قصيرة، ومن بعد الفاصل نتحدث عن الاستعداد للتقاعد أو مرحلة التقاعد. وقفة قصيرة ولنا عودة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله من جديد معنا في صباح الشرقية. ضمن البرامج الصيفية التي تقدمها الدوائر والمؤسسات الحكومية، ركز نادي خرفكان الرياضي على تنظيم مخيم عطلتكم غير، ضم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة. التفاصيل في التقرير التالي. تستمر فعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي الذي يأتي تحت شعار عطلتنا غير بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، والذي تستمر فعالياته حتى 8 أغسطس الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعمه ورعايته وتسخيره لكل يعني احتياجاتنا في المعسكرات الصيفية. أنا ما بقول معسكر نادي خرفكان فقط، بل معسكر 20 نادي في إمارة الشارقة، جزاهم الله خير، يعني جهودهم كبيرة. هذه السنة كان نادي خرفكان يعني عمل نقلة نوعية نقدر نقول في أنشطته، أكثر من 17 نشاط فعلي، بالإضافة إلى أنشطة مصاحبة له لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى عدد ما شاء الله تجاوز يعني 750 مشارك حسب ما شفتنا في برنامج التسجيل، أكثر من 750 مشارك مسجلين في هذا البرنامج. عدد الحضور او التردد اليومي ما بين 400 الى 600 شخص، هذا يعتبر بالنسبه لنا يعني عدد تقريبا تضاعف 3 مرات مقارنه بالاعوام الماضيه. عدد الفئات العمريه اللي موجوده في مدينه خرفكان كبيره، فاحتوائنا لتقريبا اكثر من 7 فئات، هذا الشيء الحمد لله يعني يعتبر مؤشر طيب. نتمنى ان شاء الله في السنه الجايه ايضا نضيف الفئه اللي هي يعني ما عادت تدخل النادي، اللي فئة الأطفال الإناث، ندخل البنات. هاي إن شاء الله اليوم يمكن جلسنا مع الفريق قاعدين نخطط، نحن في الأسبوع الأخير قاعدين نخطط إن شاء الله للسنة القادمة شو بيكون فيها. فإن شاء الله رؤية النادي أو المجلس الرياضي بشكل عام أو رؤية الإمارة احتواء جميع الفئات العمرية سواء أطفال أو شباب، والنادي ناديهم، وهذا النادي في خدمة هذا المجتمع الحمد لله. تضمن البرنامج عددا من الأنشطة والفعاليات العلمية والرياضية والترفيهية والدينية والثقافية ورحلات متنوعة تلبي جميع الأذواق ورغبات المشاركين، وتجمع بين المتعة والتسلية والفائدة، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة قادرة على العطاء والإبداع. ضمن فئات مختلفة من 7 سنوات إلى 14 سنة، والمناشط عندنا متعددة، يعني منها رياضية تخدم المجال الرياضي، لأن نحن عندنا عدة أهداف بأن نحن نخدم القطاع الرياضي. توجهنا في الأول شيء فكرنا في اللعبات الجماعية، كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد، وبعدين اتجهنا للعبات الفردية، عندنا يعني تنس الطاولة، لعبة الجودو، عندنا القوس والسهم، لعبات جديدة يعني علينا دخل. شو القوس والسهم؟ في أولاد أول مرة يشوفون القوس والسهم، لا الحين حبوا اللعبة، وعندنا تسجيل ما شاء الله، وعندنا تسجيل في اللعبات مختلفة في اللعبات الجماعية، وعندنا بالإضافة للنشاطات الترفيهية عندنا قوارب الكيك، عندنا قوارب التجديف، عندنا الملاعب الصابونية، عندنا مثلا نلعب في ملاعب خارجية هي ملاعب ترتان، فنخرجهم عن النطاق المغلق ونوديهم إلى الأماكن المفتوحة. فالأولاد وايد متجاوبين، والأهالي ما شاء الله يشكرون على البرنامج ويشكرون من فتح لنا الباب والمجال. يهدف البرنامج إلى دعم المواهب الشابة وتحفيز الشباب على استثمار أوقات الفراغ في إجازة الصيف لدى النشئ بالإمارة، بما يخدم البرامج الوطنية وتمكين المشاركين من ممارسة هواياتهم بشكل حر وآمن.
تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير، وما زالت الأنشطة الصيفية مستمرة سواء في المنطقة الشرقية أو دولة الإمارات بشكل عام في هذه الفترة الصيفية والإجازة الصيفية التي تكثر فيها مثل هذه الأنشطة التي تحتوي الطفل أو الطالب من جميع الجوانب لاستغلال وقت الفراغ. إذن مشاهدينا نتحدث عن موضوع جدا مهم ومهم بالنسبة للموظف. تعتبر المراحل التي يمر بها الموظف إنجاز مختلف بحد ذاته، لذا تأخذ كل مرحلة جهدا في التخطيط والإنجاز المثمر، ويسعى الموظف في نهاية المطاف لحصد جملة من الإنجازات العظيمة. وتعتبر مرحلة التقاعد لكل موظف مرحلة هامة يعمل عبرها الموظف على تهيئة نفسه والاستعداد لها بشكل جيد. الحديث أكثر عن هذا الموضوع رحب بضيفنا الأستاذ مصطفى صالح عبد العزيز، مدرب تنمية بشرية. صبحك الله بالخير أستاذ مصطفى، مرحبا وسهلا فيك. الله يسلمكم إن شاء الله. اليوم نتحدث عن موضوع يمكن البعض يعتبره كابوس أو نهاية العمر، خلاص مرحلة التقاعد يعني مرحلة نهاية الإنجاز. فلماذا البعض يعتبر هذه المرحلة مرحلة صعبة وممكن تكون حزينة بالنسبة له؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نأخذ الفرق الإيجابي في هذا الموضوع. الفرق الإيجابي مع المجتمعات الغربية في تعريفها لمفهوم التقاعد. مفهوم التقاعد في المجتمعات الغربية هو اكتشاف الذات، اكتشاف المواهب، اكتشاف القدرات. للأسف الشديد الفراغ هنا في الأمر هذا بعد التقاعد، إذا ما هيئ نفسه الشخص في بداية عمره لأنه يوصل لمرحلة معينة من الإبداع في الإنجاز والإبداع والابتكار والعمل أيضا، نأخذ آية من القرآن الكريم: حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. العمل بعد سن 40 هو التقاعد. سن 40 بمثال هنا في الدول المجتمعات العربية خلاص الريال يكبر الأمور، مع أن هذه المرحلة مرحلة النضج ومرحلة الهمة والقوة. مرحلة الهمة بداية مرحلة جديدة في حياة الإنسان. الإنسان إذا ما أخذ مهنة معينة من البداية، فكر بمهنة معينة يمكن من خلالها إنه يطور نفسه بعد سن 40، يبدأ بداية مشاريع جديدة. الحمد لله قادتنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مش مقصرين في هذا الموضوع من ناحية توفير المشاريع، مؤسسة الشيخ محمد بن راشد. يعني أي واحد عنده فكرة مشروع، عنده فكرة شيء معين، يروح يقدم هذه الفكرة للمؤسسة بيقابلوه في طريقة رحبة في الأمور هذه، في طريقة إيجابية، ويتقبلوا هذا الموضوع. فأنا أنصح يعني المتقاعدين خاصة الكبار في السن بعد سن 40 وخلال التوظيف هو الحين أستاذ مصطفى أنت ربطها بكبار السن. في كبار السن أنا أقول لك على المتقاعد. الحين بتحبطهم مرة ثانية. لا على المتقاعد. النقطة الأهم في هذا الموضوع هو نقطة الادخار. الادخار يعني الأشياء المادية. في بعض الناس يقول لك يا أخي أنا راتبي ما يكفي، أنا ما أعرف شو، أنا كيف أفتح مشروع، أنا كيف كذا، أنا كيف كذا. هنا عندك سبل ثانية، عندك حلول ثانية، منها إني أنا مثلاً أدخل شريك معاي في الموضوع في مشروع معين. مشروع يعني التخطيط تقصد أستاذ مصطفى للزمني، الزمني لبعد مرحلة التقاعد. أنا شو ممكن أسوي من بعد هذه المرحلة أو أهيئ نفسي حتى في الأيام أو في السنوات الأخيرة من العمل أني أبدأ من باب إلى ما بعد التقاعد. طيب شو السن اللي مفروض أنا أبدأ فيه أفكر أنا خلاص من بعد هذا السن أكيد راح أتقاعد وراح أبدأ، متى أبدأ أفكر؟ التخطيط يجب أن يكون طويل الأمد. التخطيط من بداية العمل الوظيفي كل شيء له نهاية. كل شيء له نهاية، ما في استمرارية. أنا لما أكون موظف في هيئة حكومية ولا هيئة خاصة يجب أن أعلم أن هناك نهاية. صحيح. التخطيط من هنا يبدأ. يجي الشخص يبدأ يحط مخططاته، يحب الشيء اللي يحبه. بداية مرحلة جديدة، ما معنى مرحلة جديدة؟ ما معنى حياة سعيدة؟ ما معنى بعد سن التقاعد أن يبدأ مرحلة جديدة؟ مرحلة جديدة هنا يقصد بها أن الشيء الجديد في الحياة. يسوي مشاريع، يسوي شيء. وقت العمل وظيفة خلاص مرتبط بوظيفة، وممكن ينجز في هذه المرحلة أكثر من المرحلة السابقة. صحيح. لأنه صار عنده الخبرة والثقافة والوعي أيضا في الوعي، والإدراك. نعم. في الموضوع أيضا. صحيح. في هذه المرحلة خلاص بعض الانتقادات، أول انتقاد يجي انتقاد الذات لنفسه. هذه المشكلة إحنا عندنا دائما أول عدو للشخص هو نفسه. نفسه. نعم. يجي يقول أنا ما أقدر، أنا عندي العقل الباطن هنا ما يأخذ المزح، ما يأخذ المزح. أنا لما أقول لنفسي ما أقدر يعني ما أقدر. فلما أدخل بسن 40 أنا أقول بديت حياة جديدة وبعدني شباب. صحيح. أنا ما أقول لك تمارس ممارسات رياضية مثل رفع الأثقال ولا شيء، ممكن تمشي، ممكن تمارس ممارسات رياضية تطلع الطاقة السلبية اللي فيك. صحيح. تبدأ بداية مرحلة جديدة، تقول لا أنا نهيت مرحلة وبديت مرحلة. ولما تبدأ نفسيتها تتعب أستاذ مصطفى هل راح يعطي؟
يعني دائما التهيئه النفسيه، احنا نتكلم انه دائما الشخص يهيئ نفسه في جميع الامور. لما تكون نفسيته يعني متدمره او دائما يجلد نفسه ان انا لا وصلت لمرحله انا خلاص يمكن انتهى دوري في المجتمع، انتهى دوري ايضا كشخص لنفسي، فايضا جلد الذات دائما في هذه النقطه هل سيساعده في تجاوز مرحله التقاعد؟ أختي العبارات هي العبارات التحفيز الذات هي مهمة جدا. أنا ما أنتظر أشخاص يجي يقولون أنت تقدر ولا ما تقدر، ما أنتظر أشخاص يقولون أنت تقدر تسوي ولا ما تقدر تسوي. أنا هنا لما أبدأ بمرحلة جديدة أجي أخطط تخطيطات زمنية وجسدية ونفسية أيضا، بمعنى أحفز ذاتي قبل ما أني يجي حد يقول لي أنت قادر أو أنت عامل أو أنت صحيح تسوي. صحيح، إحنا ما ننتظر الآخرين لتحفيزنا، ما ننتظر الآخرين. نعم. خاصة إذا في انتقادات في هذا الباب يجب الانتقادات تعتبر هدايا للشخص. صحيح. يبني فيها سلم في الصعود مرحلة جديدة. تكون محفزة. محفزة نعم. لذاته، محفزة لأموره. شو المانع إذا 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 بديت أنا مرحلة أقرأ كتب مثلاً، كتب ثقافية، كتب تحفيزية. ما حصلت وقت في مرحلة العمل إني أنا أقرأ. بالضبط. هذا الوقت الحين متاح. هذه المرحلة الجديدة اللي نقول فيها. الشخص لما يبدأ مرحلة جديدة إذا الإحباط تخلل ذاته يعتبر خلاص يعني. قضى عليه. لابد يعني في الحياه لابد في سلبيه وفي احباطات وفي كذا، بس كيف انا اتجاوب مع هذه الامور؟ نعم. كيف انا اخذها محمل ايجابي؟ كيف احولها ايجابيه؟ هل هذه هي تعتبر من الصعوبات اللي يواجهها الشخص؟ هذه من الصعوبات اللي يواجهها الشخص وخاصه اذا كانت الصعوبات هي جايه من ذاته، هذه اصعب من الناس. صحيح. لما اكون انا قاعد في الليل في البيت مثلا او وقت فراغي اقول اذا انا فكرت بمشروع معين ما قادر افتح المشروع، لما اقول انا ما قادر افتح المشروع معناته خلاص خلاص الاحباط اجى من نفسي، انا ما انتظر هسه الناس يعطوني حتى احباط يعني. صحيح. في الامر هذا فنصيحتي للمتقاعد او حتى يعني في متقاعدين حتى ب 30 سنه موجودين صغار بالعمر سنة. صحيح. وصغار بالعمر لظرف معين مثلا تقاعد. نعم. الفراغ هنا يا طولة العمر لازم يملأه بنشاط نشاط معين. انا لما اكون بمرحله وظيفيه في سن معين لما انتقل لبعد سن الأربعين هنا مرحله جديده، مرحله ثانيه في حياتي الوظيفية أيضا. يعني بعض الناس يقول لك أنا خلصت وظيفتي محاسب مهندس صيدلاني طب أسنان كذا، بعد سن الأربعين يطلع يقول لك خلاص أنا ما أقدر أكمل. لا، أنت كمل بمجال ثاني في صحيح. مجالات عدة في الموضوع، ممكن تفتح لك شيء معين، ممكن تمارس الرياضة، تمارس شيء، ممكن أنت كنت موظف في جهة معينة الحين ممكن تصير مدير على موظفين، مدير على موظفين في مشروعك الخاص. كلام سليم. نعم. كلام سليم. وخاصة يا طولة العمر العطاء مهم جدا. العطاء بدون مقابل. أنا لما أكون وقت فراغي انعكاسه جدا إيجابي مثلاً على الإنسان، مثلا في رمضان ولا غير رمضان الحين ما شاء الله مؤسسات الحكومية هنا ما شاء الله قمة في العطاء، تأخذ المتطوعين يطلعوا على المحتاجين المساكين كذا، هذا هنا تغرز قيمة العطاء في النفس. لما تغرز قيمة العطاء في النفس الإنسان تنمي ثقته بنفسه. صحيح. يحس في نفسه أنه واثق بنفسه أني أنا قادر أسوي، قادر أعمل، قادر أجتهد، قادر يعني أوصل لمرحلة أنا ما كنت أتوقع أني أوصلها. فهنا لازم انتقادات الأشخاص يأخذوها كسلم يبنوا فيها للوصول إن شاء الله إلى القمة بإذن الله. طيب شو ممكن يعني تقدم نصائح للمتقاعدين أن هذه النصائح يأخذونها بعين الاعتبار حتى يبدون مرحلة جديدة؟ فهي دائما إحنا نقول هي مرحلة جديدة وليست مرحلة يعني انتهت وانتهت معها كل ما أقدر أني أقدمه لنفسي وللمجتمع. يقولوا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل مش مقتصر على فئة معينة من العمر. العمل مقتصر على لحد خروج الروح من الجسد. يتم الشخص يعمل، يتم الشخص يعمل. التهيئة النفسية هنا مهمة جدا بعد سن التقاعد. التهيئة النفسية مهمة جدا بغض النظر عن التهيئات الثانية، بس أهم تهيئة التهيئة النفسية، بمعنى يجب على الشخص أن يعيد الوقود فيه. خلاص الأشخاص انتهى. اللي حوالينا أستاذ مصطفى، مثلا الأسرة، شو دور الأسرة في حياة الشخص اللي راح يتقاعد؟ الأسرة أنا أعرف أن مثلا هذا اليوم الشخص عندنا سواء كان الأب مثلا راح يتقاعد، الأب أكيد الأم لها دور، الزوجة اللي هي دور، أبناء له دور في تحفيز الأب أنه يبدأ مرحلة جديدة. فأيضا دور الناس المحيطين فيه سواء يعني المجتمع أو الأسرة تجاه المتقاعد. التحفيز المعنوي مهم جدا بغض النظر عن الماديات وغض النظر عن شيء. الشخص لما يطلع من هذا السن ياخذ قسط من الراحه ويحفز معنويا. انتو يا ابوي ليش ما نروح نسوي كذا، ليش ما نعمل كذا، نفتح نشاط معين، نفتح كذا. جميل. نفتح كذا. ندرب يا الولد ياخذ ابوه يصير يمشوا يصيروا كذا يتدربوا. اللياقه هذه، الطاقه هذه، الرياضه هذه تطلع الطاقه السلبيه من الشخص. التاقلم يا طولة العمر ياخذ له مده. يعني الشخص صعب انك تقولي له انت ليش ما تاقلمت على هذا الوضع،
ليش بعد يوم يومين تروح تسألين أنت ليش كذا مكتئب، ليش كذا تعبان؟ مع أن أستاذ مصطفى في ناس يعرفهم ما شاء الله من بعد مرحلة التقاعد كمل الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، مع أن دائما يقول لك ليش تأخذها في مرحلة متأخرة، لكن العلم ليس له وقت. ليس له وقت. نعم، فكمل الدراسة، ممكن ما سنحت له الفرصة إنه يكمل دراسة في فترة العمل، لكن كملوا دراستهم بعد العمل فأنجزوا أيضا. فشو الفرق بين الشخص اللي يكمل ويجتهد والشخص اللي يتقاعس ويحبط نفسه يقعد في البيت وانتهى العمر بالنسبة له؟ هذا بيجي على التخطيط. هذا بيجي على تنمية النفس لذاته. يعني أنا كشخص لما أجي على سن التقاعد الله يسلمك في الموضوع هذا، إذا قلت لنفسي أنا ما قادر، أو إني قلت لنفسي أنا مش قادر أوصل أو مش قادر أكمل دراستي ماجستير ولا بكالوريوس ولا أيا كان، هنا تحفيز الشخص لذاته في الأمر هذا مهم جدا. صحيح. يعني أنا كشخص حين خلصت مرحلة في بعد سن الأربعين وصلت لمرحلة جديدة، أنا هنا لازم أعرف وين وضعي، وين مكاني بالضبط. هل مكاني إني أنا خلاص أستسلم وأقعد في البيت ما أسوي شيء؟ ما هو العلم بأي وقت، ما شاء الله بريطانية حازت سن التسعين أخذت ماجستير في العلوم، ما شاء الله، يعني عندك أمور وأشياء، وهذه تفتح لك أبواب أخرى أيضاً أستاذ مصطفى. صحيح. يعني حتى الدراسات والتثقف، ممكن الالتحاق بدورات معينة، ترى حتى الدورات ما لها سن معين. صحيح. في بعض يمكن يربط نفسه أنه لا أنا وصلت لهالمرحلة لا أنا ما أروح دورات خلاص هذه راحت علي، لكن أيضاً الدورات هذه تفتح لك أبواب أخرى أنت يمكن لو قعدت في بيتك ما راح تلاحظها، ممكن في أشخاص جدد ممكن تتعرف عليهم يفتحوا لك أبواب جديدة. فكل ما اختلط بالناس، كل ما شاركت، كل ما أخرجت نفسك من هذه الدائرة، أنا أعتقد راح تنفتح أبواب كثيرة لهذا الشخص. اجعل لنفسك وقودة، واجعل لنفسك لذاتك محركة. يا سلام. العمل التطوعي والدورات اللي تقولين عنها هي مهمة جدا لحياة الإنسان. ممكن يقول لك والله غلاء الدورات، غلاء كذا، في مؤسسات ما شاء الله مجانية تفتح الأبواب بتحفيز الذات، عن الثقة بالنفس، عن الأمور. الشخص إذا ما أخذ هذه الدورات كيف ينمي ذاته؟ كيف يوصل لمرحلة هو يريدها، هو يوصلها يعني؟ فالنقطة خاصة المتقاعد وخاصة الشباب، مجالات كثيرة. صحيح. أبواب واسعة في الأمر هذا. أنا إذا ما حبيت مجال عندي مجال ثاني، إذا ما حبيت كذا افتح لنفسك خيارات، افتح لنفسك مجالات وخيارات وأبواب. صحيح. انت مش توقف على نقطه واحده وتقول خلاص انا هذه النقطه اذا ما ضبطت معي خلاص ما اكمل. صحيح. والحياه فيها خيارات كثيره. صحيح. لا تنتهي. وهذا خطا كبير اذا الشخص قال لنفسه، خطا كبير. فالواحد بهذه المرحله يجب ان يبدا بالتخطيط الزمني، التخطيط النفسي، التخطيط المادي ايضا. التخطيط المادي بعض الناس يقول لك هذه مش مهم، التخطيط المادي مهم. لا مهم. اذا انا اخذ مثلا اخذ راتب بسيط مثلا معي، اقتطف مبلغ بسيط أدخره للقدام. صحيح. أنا بكرة يكون عندي مهنة معينة، أفتح مطعم مثلا، أفتح شيء معين أقعد فيه كذا. المشاريع هنا ما شاء الله ممتازة جدا، خاصة. صحيح. بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقادة هنا ما يقصرون الحمد لله في العطاء والأمور، والحمد لله. ولكن فعلا بالنهاية نشوف أن هذا الموضوع كله محتاج لشغلة واحدة اللي هي التخطيط والتهيئة النفسية. صحيح. نعم. نعم. طبعا استاذ مصطفى صالح عبد العزيز مدرب التنميه البشريه، شكرا على وجودك اليوم، شكرا ايضا على هذه الكلمات التي قد تفتح ابواب جديده لكل شخص يعتقد ان اليوم التقاعد هي مرحله العمر او مرحله نهايه الوظيفه ومرحله نهايه العطاء ايضا في المجتمع. شكرا استاذ مصطفى. شكرا لكم. شكرا لك. طبعا مشاهدينا من بعد هذه الفقرة نكون وصلنا معكم إلى رحلتنا الصباحية لهذا اليوم، نختتم معكم حلقتنا على أمل أن يتجدد فيكم اللقاء غدا بإذن الله بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل ومع السلامة.